يسعد الله اوقاتكم اعزائي المشاهدين بكل خير ويا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم اليومي عليكم بالعافيه. طبعا مثل ما عودناكم كل يوم خميس تكون معنا دول عربيه خليجيه اجنبيه وعالميه. واليوم طبعا راح ننتقل احنا وياكم عشان نتعرف على عادات وتقاليد الشعب التونسي، ايش الاطباق اللي يقدموها، ايش العادات والتقاليد. عاد ما شاء الله عندهم المناسبات، يعني اقل حاجه الممتع في الموضوع ان عندهم الزواج يقعد 7 إلى 8 أيام، يعني مستمتعين. يسعد لي مساك نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام، طبعا اليوم منورنا. شكرا. اليوم ايش مجهز لنا طبق؟ اليوم مجهز لكم طبق كسكس بالسمك ومع الخضار. ممتاز. طبعا قبل ان ندخل في طبقنا لليوم ونتعرف عن عادات وتقاليد الشعب التونسي، نطلع احنا وياكم ناخذ مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالها اكيد يسعدنا تواصلكم. مرحبا بكم من جديد ورجعنا لكم للشعب التونسي. طبعا اليوم جهز لنا كسكس بالسمك والخضر. نبدا فيها شيف؟ نبدا. اول شيء ناخذ يعني بنفوح كل السمك باش عشان نخليه يرتاح لمده ساعه ساعه بيشرب كل الفاح نتاعو، وبعدين بنروح على الكسكس نحط نسويه وبعدين نروح على الصوص. ماشي. طيب يلا اوكي. السمك ما تتبله قبلها بوقت ولا انه عادي تقدر انك انت تاخذها وتسويها طوالي؟ زي ما انت عايز في كل يعني. ممتاز. انت حط شوية من مثل ما انت تتبل السمك العادي؟ لا تفرق. طب عطينا البهارات او المكونات. مثل دي بالملح، شوية ملح، شوية فلفل اسود. ممتاز. نحط شوية البابريكا. الفلفل الحلو. نحط شوية الكركم. ممتاز. نحط شوية الكمون. وفي ناس بتحب حار سبايسي، احنا يعني بتونس ناكلوه سبايسي. ممتاز. انا بحب يعني في الهريسة هي التونسية أصلي. يعني زي لما تكونش في متناول يعني لديكم بتستعملوا الفلفل الأحمر العادي. ممتاز. زي زيتون طبعا. زي زيتون شيء مهم يعني في كل الأطباق التونسية. حتى زيت الزيتون تعطي نكهة جدا مميزة ولذيذة للأطباق. طبعا. بعد ما تتبلها وتقليها طبعا. لا ما بقليها. الحول السمك آخر شيء يعني في الطبق. أها. عشان هو يعني بيقولوا يعني ما في روح يعني آخر شيء تب. أها. عشان إحنا بنحطه. طول تستوي. تستوي يعني بس. طب بما انك انت قاعد تتبل احكي لي نادر عن العادات والتقاليد اللي موجوده عندكم، يعني طبعا قلنا انتم عندهم ما شاء الله في الزواجات يقعدوا 7 أيام، طب قول لي ايش السبع الايام هذه ايش تسووا فيها؟ كل الناس وكيف تسوي يعني السبع ايام يعني من اول يوم يعني الحنه بنبتدي على الحنه وبعدين نبتدي يكتب يعني عقد الزواج بنروح على البلديه احنا بنسميها يعني اداره الافراح في البلديه. بس بنحط شويه زيت الزيتون. يعني حاجة جميلة بصراحة ان نقعد 7 أيام نحتفل فيها. بس الحين في ناس يعني اصبحت بتعرف يعني الوقت يعني خلاص الزواج تغيرت يعني اصبحت عصرية. بس احكيك على التقاليد اصبحت عصرية بيصبحوا يعني في ناس يعني بتسويه 3 أيام بس. في ناس يعني يومين يعني بس. ممتاز. احنا عندنا هنا يوم واحد ونسوي الزواج العروس والعريس يلا مع السلامة. لا لا احنا يعني في الحنة والاشياء هذه بس صارت يعني الحين من النادر ما انه يرجعوا شوي في الاشياء هذه. طب نبغى نتكلم عن الملابس. طبعا انا احس انه في حاجة انه تونس
والجزائر ومغرب، تقريبا انتم عاداتكم وتقاليدكم متشابهه. طبعا هو المغرب العربي بالاكل او بالشرب او حتى طبعاً في الملابس. طبعا طبعا قريب من بعض، بتشوف يعني ما بين الجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا بيكون يعني سيز يعني قريب بعض، يعني ما في فرق كثير يعني في الاكل في الملابس في كل شيء، حتى يعني في اللغه يعني قريب البعض يعني. ممتاز. طيب ومن ناحيه الملابس نفس الشيء؟ ملابس بتفرق يعني، بتكون يعني مسيطر على الملابس، احسن ملابس بتكون يعني عند المغرب. هي يعني في القفاتين تعرفون في النسوان وفي لبس الرجال. والحين بتشوف يعني بتلاحظ الدوله المغربيه هي المركزه اكثر يعني، عشان يعني بتشوف يعني براحت عصريه وما بيروح يعني للتقاليد الحين يعني. ممتاز. طيب عندكم الاطباق هي نفسها تقريبا، احنا حتى اذا لاحظنا انه الطاجن والكسكس المغربي والاكلات هذه نفسها هي. طبعا بس احنا الطاجن في تونس بنسميه المسلي. مسلي سمك ولا مسلي بيفرق يعني في الاسم، بس بالاسم، بس بالاسم بنسميه مسلي يعني. طبعا انتم عندكم المنطقه الساحليه والمنطقه الجبليه اكيد تختلف في الملبس، وهل عندكم حتى باللهجه تختلف؟ طبعا طبعا طبعا، في ناس يعني بيكونوا يعني على الجنوب يعني ليهم يعني لغه يعني بتكون قريبه يعني على الجزائر، عشان في حدود يعني قريبه لحدود الجزائر، بتحسهم يعني بلغتهم لهجتهم قريبه اكثر للجزائر من التونسيين. بتفرق انت بالمنطقه يعني، بس من تونس واحوس تونس يعني الاماكن قريبه تونس يعني بنفس اللهجه. الساحل يعني نعم، يعني لما تتحدث مع واحد من الساحل بتعرف هو ساحلي، وانت تتحدث مع واحد جنوب بتعرف. بس طبعا كل منطقه على حسب المنطقه اللي هي اذا كانت صحراويه او الجبليه هم اللي يبداوا في الملابس، حتى بالاكل يمكن يكون المنطقة الساحلية مثلا يركزوا على السمك، المنطقة اللي طبعًا تكون الجبلية تختلف. طبعًا. ممتاز. شوف الحين ايش بديت فيه؟ الحين مش نبدأ أول شيء بنحط الزيت. ممتاز. مسخن. والزيت زيتون في ملاحظة عايز أقولها، الزيت زيتون لو يعني بيطبخ أكثر بيتحرق، ما في مطعم بيعطي مرارة. أكيد. يعني بسخن شوية بس. ممتاز. نبدأ بالبصل. نبدأ بالبصل. نبدأ بالبصل. طبعا هذه مثل الكشنه صح انتم تسوونها، او عفوا يعني زي الصلصه تحطوها فوق اخر شيء ولا؟ خلينا بس يعني كمل. طبعا انت تحمسها تحط لها الثوم متى؟ الثوم انا على طريقتي ومكتب الناس بيشاطروني في الطريقه بحطها اخر وقت بعد ما اسوي صوص. ليش؟ عشان ما تروح يعني طعم الثوم ما يروح، يقعد يعني في عشان سمك، هذا السمك بس اللحم والدجاج بيفرق. تقول لك انا اطبق السمك عشان بنعرف يعني بيكون الثوم مع السمك فيه ليه طعمه رائعه جدا. فتخلوها اخر شيء. خلوها اخر شيء احسن. النار شغلته؟ الفرن؟ الفرن شغال؟ لا ما بمسحق الفرن. اها انت تخليه لين تذبل شوي. على نار هادية. على نار هادية بنقلي البصل نقليها كويس، وبعدين بناخذ نحط البهارات بتاعتنا وكذا، وبنحط الخضار، تستوي الخضار بنطلع الخضار بنحط اخر شيء السمك. طبعا الحين انت شيف اول شيء تبدا فيه انك انت تقلي البصل. والحين حنروح على الكسكس نوريهم. طيب يلا نروح لها. ماشي. الكسكس نحط شوية ملح. ممتاز. طبعا هي عباره عن برغل ناعم تقريبا. طبعا الكسكس هو برغل ناعم، هو من المفاصيل يعني بتفرق، هو اصلا يعني سميد بيكون سميد بيسووها. وبتفرق برضه حتى في نحن بنقولوها التفوير يعني تفوروا يعني بيطبخ يعني بالبخار يعني بيكون يعني بالبيت بيطبخ يعني سريع يعني بيكون يعني على البقالات وكذا ما بيطبخ يعني احنا نسوي يعني هذا من البقاله مو يعني بيكون يعني منزلي عشان هم في شغل منزلي هذا يكون احسن يعني وفي سمين ستيم. ماشي. حطينا الكركم وحطينا الملح حطينا شويه بنحط الحين شويه فلفل اسود. طبعا حتى السميد انت تبهره. طبعا بنحط شويه زيت وفي ملاحظه برضه ما نزود الملح. ليش؟ عشان بنخلي يعني توزن عشان الصوص فيها ملح والسميد الكسكس فيه ملح عشان لو زودنا بيجي يعني ملح زياده. ممتاز. يعني احسن يعني بنقص في الملح. ممتاز. حاطين الزيت نزود شويه زيت. نفرقها كده بالقدر. ما تحطوا لها مويه صح؟ بعدين مويه. تكون مثلا قليله. طبعا ونرجع ناخذ المقادير، ترجع تعيد لنا المقادير شيف سريع كذا تعطينا المقادير. طبعا المقادير سهله جدا، هي 500 جرام كسكس، 500 جرام سمك. طبعا المقادير موجوده معنا بالشاشه. 100 جرام 500 جرام سمك وقرع اخضر و100 جرام قرع
اخضر وقرا احمر وملفوف وفلفل وجزر. تحت الخضر في ناس بتزود البطاطا. القرع هو يقصد فيه الكوسه. الكوسه برضه. بس وفي ناس يعني بتختلف يعني في طريقه الخضار. في ناس يعني بتسوي لك بطاطس، في ناس يعني كل واحد شيء يزود. بس هذه يعني خضار انا بشوفها يعني حلوه مع السمك. يجي يعني طبق يعني خفيف. القرع هذا الاورنج هذا طعمه جدا لذيذ مع لذيذ مع السمك، ما عندك شيء. طبعا تحركها الحين. احركها الحين. تحط لها شويه مويه. احط لها شويه مويه. طيب شيف بعد ما تسوي الاشياء هذه تخليها على جنب ولا طولي خلاص تحطها على البخار وانتهينا؟ لا لو في طريقه بيحطوا يعني شويه مويه دافيه وبيحطوها على طول، وفي طريقه لانه نعرف احنا الشيف انه السميد ما ياخذ له وقت كثير. لا ياخذ على مراحل، مو ياخذ كثير. لانه هي تجيك ناعمه تستوي بسرعه. بس هني قلت لك انا هذا هذا بيكون يعني بيكون يعني معمول على المنزل يعني. بس بيكون يعني من البقاله بيكون يابس شوي يعني بياخذ لك شويه وقت، ياخذ لك يعني ممكن كل 60 دقيقه. كل المراحل 20 دقيقه وبتخدر الشغل على برا بتفتحها و20 دقيقه وكذا بتعدمها على ثلاث مرات. طبعا الحين بعد ما تحركه والبصل اذا بدا يستوي خلاص تبدا تحط السمك والثوم. لا السمك اخر شيء. اخر شيء. نحط البهارات بتاعنا. حط البابريكا الفلفل الحلو حتى على البصل تحط البهارات. ممتاز. لو البهارات في شيء برضه بتوصل لما تقليها بتطلع الرائحه ازكى يعني بتكون زكيه كثير. ايش عندكم الاطباق المغربيه غير الكسكس اللي هو بالسمك واللحم والدجاج؟ في العجه مشهوره، في اللبلابي. العجه هي عباره عن ايش؟ العجه عباره عن شويه خضار، فلفل يكون اخضر وبصل وطماطم وصوص طماطم، يعني نسوي يعني صوص طماطم بالطماطم المركزه، وبتكون في الاخر شيء يعني بعد ما نطبخها بنحط البيض. هذه من الاكلات المشهوره الشعبيه تلاقيها يعني في اي مكان في تونس اللي هي العجه يعني. والبرقوق ما تسووه؟ البرقوق المغربي؟ لا لا هذه ما تسووها انت؟ لا لا. ماشي. بناخذ الحمص بنحط يعني 100 غرام كافي. ممتاز. بنكمل في البهارات. نحط فلفل حار بودر، نحط الكمون، الكمون لازم في هذا الطبق. ممتاز. نزود شوي من الكمون. ممتاز. بعد ما تحطه؟ بعد ما حطيناه باش ناخذ تحط الخضار؟ لا باش نحط الطماطم دي طماطم مقشرة أنا عملتها بروحي بنفسي يعني. حلو. الطماطم دي مقشرة وحسويتها يعني في الروبوت في الخلاط عشان فيها طعم، هم في ناس ما بيستخدموه بس أنا بلاقيه يعني طعم بيكون أخف وأحلى. بعد ما تذبل شوي قلت لي السمك تحط طماطم. حط طماطم مركزه ملعقتين كافي. ممتاز. وعندكم طرق التقديم زي ما يعني انا اعرف في المغرب عندهم يقول لك انه الطبق يقدمون طبق بعدين يرجع يقدموا لك الطبق الثاني ويرجعوا، انه هذه من كرم الضيافه. انتم عندكم ايش الاشياء العادات والتقاليد في تقديمكم للسفر؟ يعني السفره ايش الشيء الاساسي انه موجود على سفرتكم التونسيه؟ اول شيء هو شيء اساسي في اي سفره يعني بتكون الاكل بتكون يعني الكسكس اول شيء. والحين اصبحنا يعني بننوع، بنعمل لك رز بيكون بالفواكه الجافه، بنعمل لك كثير اشياء، بنعمل لك المعكرونه احنا نزلنا بناكلها يعني حتى في الاعراس فهمت شو نسويها. المعكرونه يعني من المعكرونه بتكون يعني اساسيه برضه، معكرونه باللحمه وكلها طبعا بالطاجن. طبعا كلها تكون بالطاجن اللي تسموها انتم ايش؟ طبعا نحن بنسميها صحن مقفول، كل واحد شو يسميها. ممتاز. تختلف يعني. طيب وبعد ما حطينا البصل شيف والطماطم؟ والطماطم حطينا طماطم معجونه فريش، وحطينا الطماطم المعجونه وحطينا الطماطم وحطينا كل شيء، وناخذ الثوم. ممتاز. طبعا الثوم يكون اخر شيء. ممتاز. لين تبدا تغلي؟ لين تبدا تغلي بنشوفه يعني تغلي شوي، بنصب المويه ونخلي المويه، بنشوف المويه تبدا تروح بتونسي بتقر زيتها. بتقر زيتها بنحط الخضار تستوي، والخضار شوف الخضار يعني في ناس بتحطها مع بعض بتقول لك ليش يعني طلعت لي القرع يعني مو مستويه زياده فعلا وهذه. عشان تفرق، زي الززر يعني بيكون خضار صلب ياخذ وقت، والكوسه يعني اخر شيء يعني ممتاز. خفيفه يعني. احنا باش نبدا طريقه يعني الحلوه بناخذ طريقه بسيطه، بنبتدي بشوف الخضار اللي بتكون صلبه بنبتدي بها الاول تطبخ ماشي. طبعا بتحط اول شيء زي ما قلنا الجزر. الجزر. وطبعا القرع اخر شيء. تزود عليها المويه. طبعا هذه الصوص هي اخر شيء بتستخدمه. لتر ونص كافي على 500 جرام. ممتاز. نحط الفلفل. هذا زي كل في ناس ما تاكل سبايسي بس انا
باكل سبايسي. انتوا عندكم تحبوا الفلفل؟ حبوا سبايسي. احنا عندنا الهريسه مشهور. الهريسه اللي هي بتكون يعني الفلفل الاحمر زي هذا. بيكون كبير شوي، بيكون مجفف على الشمس، وبعدين بياخذ بتسويه مع الكزبره وبهارات، بتسوي يعني في البيت لها طعم رائع جدا يعني. طبعا وتحطها، نحط برضو ملفوف ونخليها تغلي على نار هاديه. ممتاز. لما نشوفوها نغلي بناخذ الكسكس بنحط الكسكس بتاعنا هون عشان ياخذ الرائحه من المرقه تيجي على الكسكس. وتحتفظ على فكره بلونها يعني الاصفر، ما تحس انه خلاص دخل مع الصوص او الاشياء هذه، وتستوي. تستوي. بس انا قلت لك على الطريق انا على ثلاثه مرات 20 دقيقه، من 15 ل 20 دقيقه. طب اذا كان ما عنده احد نفس ما شاء الله القدر هذا موجود عنده في البيت، ايش يسوي؟ هذا لازم، هذا يعني حق الكسكس يعني. لازم يعطي يعني، بس ينجم يكون يعني بيشوف يعني شيء شغله زي دي، يعني بحط يعني حاجه تحت فيها مويه وفي شيء منقوب، بس لازم زي كده. طب اوكي، انت الحين قلت لي شيف انك انت تحط السميد، السمك بعد ما انت تسوي الخضار وخلاص تطبخه تحط السمك اخر شيء. اخر شيء علشان ما ياخذ دقائق وخلاص، عشان السمك لو حطيناه يعني بيطبخ بيستوي كثير، بينفتح وبتروح يعني الشوكه بتاعت السمك، بعدين يعني بصير مشكله على الاطفال على كذا شيء. يعني احنا بنامن يعني الطبق بتاعتنا وبيكون يعني حلو، اخر شيء بيغلي وبيطلع بيكون خلاص طبخ. ممتاز. وانت والسمك يعني يفرق، كل سمك وشو يخرب. طب السمك يعني الفريش، تختار نوع معين من السمك؟ طبعا. ايش هو انا في تونس يعني مشهور على الكسكس، مشهور عن البوري. سمك البوري بتختلف فيه، سمك البوري في الروبيان، كل واحد كيف سفيه، بس من الاشهر يعني بيكون البوري. طب احكي لنا عن، ما دام احنا قاعدين ننتظر لين تغلي شوي، احكي لنا عن عاداتكم وتقاليدكم. يعني احنا تكلمنا في الزواجات، نبغى نتكلم بالافراح والاتراح زي ما يقولوا، فانا حابه اتعرف عليكم اكثر في المناسبات، في أي حاجة عندكم، إيش الأشياء اللي تميز تونس؟ طبعاً في كل دولة تتميز بأشياء، أنا أبغى أتعرف يعني في تونس إيش الشيء اللي يميزها عن المغرب، عن الجزائر؟ كل زي ما قلت لك كل دولة ولها يعني طرق تقاليد، بس ما نفترق على بعض. يعني تونس بلد يعني بتكون يعني شاملة كل شيء، فيها الجبال، فيها الصحراء، يعني متنوع، يعني كل شيء، يعني ما هي بلد صحراء ولا بلد خضر، لا، فيها جبال، فيها خضار، فيها الصحراء، فيها كل شيء متواجد فيه. وبتكون يعني عادتنا يعني في الزواج يعني زي ما قلت لك 7 أيام، بنبتدي من أول يوم كده، وفي اليوم الثالث بتسوي يعني العروسة، بتسوي الحنة، وباليوم الرابع بيسوي يعني العريس الحنة مع فرقة وكده. ممتاز. طب في الأحزان لازم بعد نفس الشيء يكون عندكم الكسكس ولا هذه الأشياء هذه شيء لازم تكون موجودة؟ لا لازم شيء. هذا التقاليد، لو ما في كسكس ما بتسوي زفير. لازم كسكس يعني في الأفراح والأتراح طبعًا، يعني في الحزن والفرح طبعًا. لو في الحزن برضه بنسوي كسكس، بس الأشهر بيكون في الحفلات ما بيكون السمك، بيكون الخروف. بيكون بالخروف أكيد إنه تكون اللحم في طبعًا جميع طبعًا المناسبات طبعًا عندكم. طيب وما غليت معنا؟ نشوفها لسه. طيب علشان الوقت شيف نبغى نحط الكسكس، بس احنا الطريقة هو يغلي، احنا يعني نتصور الحين هو قاعد يغلي. ماشي، نحط الكسكس. ممتاز. زي ما قلت لكم على 3 مرات من 15 ل 20 دقيقة. ممتاز. بناخذها على برا وبنحطها هون، نفتحها وبعدين بنرجع. طبعا لازم تتحرك كويس، البهارات كلها تكون متحركه طبعًا صح. طبعا طبعا طبعا. لازم نحركها وبعدين نخليها على جنب، ما تحتاج انك انت تاخذ وقت كثير بانك انت تتبلها، طوالي تحط البهارات. بس الاحسن بتكون اللحم بتكون تتبلها قبل وقت يعني بساعه بساعتين، عشان زي ما قلت لك بيشرب هذه الافراح وبيجي فيه طعم يعني رائع جدا. زي في السمك، زي في الخروف، زي في اي يعني نوع. ممتاز. بس حتى اللحم يمكن ما تاخذ، اذا جينا نتكلم عن طريق طهي اللحم في الكسكسي، ايش طبعا اللحم ياخذ وقت كثير. ياخذ وقت. هارس حمش وانت مع البصل. بس اللحم انت يعني والخروف راح تاخذك، يعني مو زي الخروف بيقول الصغير. يعني لا، انت قاعد تحمس اللحم سوري، يعني انت تحمس البصل تحط اللحم معاه علشان ياخذ وقت طبعًا طويل. طبعًا طبعًا. ولا انك انت بعد ما خلاص قليت البصل والثوم؟ لا 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 لا، الخروف بيبتدي من الاول يعني تقليها مع البصل وتقليها مع والثوم كل شيء والبهارات، تقليهم يعني مع بعض من الاول. طيب انتوا ايش تقدموا مع الكسكسي؟ ايش يعني فيها
مثلا اللبن، في سلطة معينة، في سلطة تونسية، في سلطة اسمها سلطة تونسية هي تكون سلطة يعني اللي هي تكون عبارة عن ايش؟ تكون سلطة مقطعة صغار صغار بتشبه شوية ممكن ونحن التبولة بس ما فيها معدنوس، بتكون مقطعة يعني الخيار بيكون مقطع جويد مع الطماطم مع البصل، وفي ناس بتزود التفاح تحط مع التفاح، وفي السلطة اللي بتكون هي اسمها سلطة المشوية، سلطة المشوية اللي هي عبارة عن فلفل بيكون يعني جريل، بيكون يعني مشوي على الفحم، فلفل اخضر وطماطم وثوم كل شيء يعني، فلفل اخضر وفلفل احمر وبصل وثوم. اها هذه كلها تكون مشويه، كل مشويه على الفحم. وتنحط معها، تقدم معها. بتقدم معها طبعا. ايش الحين مثلا، هل الشاي عندكم الشاي يكون موجود لازم في الاكل؟ لا مو حاجه يعني اساسيه تشربوه معاها يعني زي مثلا في دواء ثاني اللبن. احنا هذا يعني لما بتحط يعني الصرفه اخر شيء بنحط معها لازم يعني معها اللبن، بيكون اللبن يعني اصلي يعني بلدي، بيكون يعني بقال مفضل بتكون يعني علبه زي كذا فيها لبن، بعد ما نخلص هذيك لبن يعني عشان تهضم، عشان هو يعني طبق يعني ثقيل شويه في الشيء. ممتاز. بما انه شيف الوقت داهمنا، ايش رايك ان نوري المشاهدين كيف الطبق النهائي للكسكس بالسمك؟ وما تاخذ وقت كثير يعني، جدا احس انه سهله، يمكن احنا شوي نستصعبها بعض الاحيان لكن فعلا نحس انها هي جدا سهله وما تاخذ منها وقت كثير. لذيذ جدا وحلو يعني. طبعا بما على الشاشه يعني احس شكلها جدا شهيه ولذيذه. هو بيختلف يعني زي على المغربي اللي بتشوفه يعني بتكون الصوص متخلطه يعني مع بعض، بس المغربي بتكون الصوص من فوق وكذا. اها المغربي فعلا انا هذا اللي لفت انتباهي، انا قاعده اشوف انه احنا نعرف انه الكسكس المغربي نحس انه يجيك ابيض البرغل صح. يعني او السميد زي ما هو، في بهارات تختلف صح، هذا هو الفرق ما بينهم. يعطيك الف عافيه. شكراً وشكرا كثير لتواجدك معنا اليوم. شكرا. اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا، ان شاء الله نشوفكم الاسبوع الجاي على خير والى اللقاء.